السلام عليكم. أنا لاحظت الفترة الماضية أن في بعض الأكونتات اللي تسوي تعليقات أسفل الفيديو، واحد حاط صورتي ويراسل المتابعين يعني على الخاص أو رسالة خاصة يقول له أنا اخترتك كأفضل متابع وأنا أعجبت بتعليقك وأبي أرسل لك هدية. طبعا هو حاط صورتي أنا الشخصية على أكاونته، والغريبة أن راسلوني كثير من المتابعين يا أبو طلال أنت أرسلت لي الرسالة هذه. أنا استغربت، يعني ترى هذا نوع من أنواع النصب، انتبهوا يا جماعة، يدخل عليكم بصورتي. حتى الأكاونت لو تنتبه أنه ما هو أكاونتي أنا أصلا، وحاط حساب على الإنستغرام أو على التليجرام عفوا، فيقول لك تعال راسلني في التليجرام وتكلمه وانا اعجبت فيك. والمصيبه ان في احد المتابعين ارسل لي المحادثه اللي بينه وبين هالشخص، يقول له ايه انا ابو طلال، وهذا يقول له مشكور يا ابو طلال ومحتواك حلو، هذاك يرد عليه كذلك وايه وان شاء الله عجبك بس المحتوى وكذا، ارسل لي عنوانك، وبعدين يطلب منه مبلغ اللي هو رسوم الشحن، يقول انا برسل لك هديه عن طريق الشحن. وممكن في بعض المتابعين لثقتهم فيني ممكن انه يصدق شايف صورتي، او انه يجهل انه شلون يكتشف ان هذا الاكاونت او الحساب يعني وهمي او لا يعني. فانا انبهكم على بعض النصابين، وخصوصا بعض اللي تشوفونه في التعليقات انا اخذكم من فلان من الدوله الفلانيه وتحط رقم تليفونه، ترى هذول عصابه وما فيهم حتى امرأة، كلهم شباب ويشتغلون على النصب على الناس ويحطون أكونتات يعني وهمية ويحطون أرقام تليفوناتهم ويستعطفون العالم يعني عن طريق الانترنت. فانتبهوا يا جماعة من النصابين، لا تعطي فلوسك يعني تبي تصدق على واحد عن طريق الانترنت وانت ما تعرفه، لا يعني الأقربون أولى بالمعروف، وبعدين اللي حواليك. يعني حاول أنك حتى فلوس الصدقة وفلوس الزكاة والتبرعات تعطيها لشخص أنت عارف أنها راح توصل له، وهذا فعلا شخص محتاج، مو أي شخص حط لك أكاونت وهمي ويكتب لك كلام أنا محتاج وأنا كذا. ترى سهل النصاب، سهل عنده الكلام هذا ويقسم لك ويحلف لك ويعطيك صور من ضحايا من حروب ومن مجازر وكذا، ويقول لك هذول أفراد أسرتي. فانتبهوا يا جماعة من عمليات النصب والاحتيال عن طريق الإنترنت، وخصوصا سالفة التجارة عبر الإنترنت والمنصات الوهمية هذه، منصات التعامل بالعملة الرقمية وكذا. انتبهوا يا جماعة لا تضيعون فلوسكم وشقع عمركم في يعني عند هالنصابين، ترى كل يوم يعني يطلعون فكرة جديدة، فكرة ما مرت عليك علشان أنت تنخدع. الله يحميكم ويحفظكم إن شاء الله. قصة الليلة حصلت في لبنان، لكن هالقصة هذه اللي شدني فيها الشخصية الغريبة في القصة. الله يسلمكم، في شاب اسمه أحمد محمد المعماري، عمره 24 سنة، من أهل طرابلس في لبنان، والكلام هذا كان عام 73، أيام ما كانت لبنان الله يعود أيامها، الحين مساكين يعانون يعني من الأوضاع المادية الصعبة اللي عندهم اللي احنا نشوفها. ففي 73 كانت يعني درة الدول العربية، كانت باريس العرب. هذا أحمد محمد المعماري شاب وسيم أبيضاني وشعر ناعم جدا ونازل على عينه وكذي، شعر أسود ومهتم بنفسه، نفس اللي تشوفون هذول الممثلين اليابانيين شلون أشكالهم كذي. والولد يعني شخصية غامضة جدا. هذا الولد يعاني من بداية حياته بأن في كثير من الشباب كانوا يتنمرون عليه لوسامته أو نعومته بالعربي. يعني أنتم عارفين ترى في بعض الشباب والرجال هو يكون يعني ما في شيء، هو رجل فعلا لكن شكله يوحي بأنه ما هو مضبوط، افهموها
ما بيقول الكلمة هذه يعني تشوفه كأنه ناعم وكذا هو، لكن بالحقيقة هو رجل فعلا، ولكن سبحان الله الله عطاه المظهر هذا. هذا أحمد محمد المعماري نفس الطريقة، شكله يوحي بأن ما هو رجل كذا، ويتعرض للمضايقات وشوي شوي بدأ يصير انطوائي، بدأ ما يحتك بحد يعني، ويهتم بنفسه زيادة عن اللزوم، بشعره بلبسه بهندامه، يعني عنده طول اليوم انه يهتم بمظهره اكثر من انه يروح للعمل. كان يشتغل، شوف رغم ان الحاله من الهوس، هوس النظافه اللي عنده وانه جميل وشعره يمشط وحالته حاله وكذا، الا انه يعمل في تصليح مكائن المداخن اللي تكون فوق الأسطح، وهذا عارف يعني انتم الكل عارف ان هذه مهنة يعني واحد يتسخ فيها، لان طبيعة عملها يعني لازم يكون الانسان ما يهتم بنظافة يعني، ولا ما يقدر يشتغل شغلة مثل هذه يعني، بعدين يروح يتسبح وتنظف. رغم ذلك هذا كان يشتغل، لكن يشتغل وهو محافظ على نفسه انه ما يتسخ، الولد عايش في حالة من الهوس من النظافة، هذا بسبب الوسامة اللي هو فيه، واللي أصلا يعني سببت له مشاكل في بداية حياته، وقام يهتم فيها زيادة عن اللزوم، يعني كأنه في بداية مرض وتفاعل معاه المرض بسبب تنمر العالم عليه. المهم لما كبر وصار في بداية العشرينات، مثل أي شاب يعني غير ملتزم في تعاليم دينه، يحاول يتعرف على بنت، يحاول يكلم بنت، يحاول يحب بنت ويعيش قصة حب ومن هالسوالف هذه، ويشوف أصدقائه وربعه. فكل ما حاول يتعرف على أي بنت ترفض أن ترتبط فيه، لأنها تحس أن هذا ما هو رجل، ويعني تقول لا أنت يعني أنت صراحة أنا بدي رجال، ما بدي يعني صديقة. لما فهم ان البنات يبتعدون عنه لهالسبب، بسبب نعومته يعني، مو وسامة، في وسامة في بعض الرجال، فيهم وسامة رغم انه يعني املح اتشلح يعني مثلنا كذي لكن في وسامة يعني، وسامة الرجولة أنا أقصد، ملامح الرجولية الجميلة الشخصية، وفي وسامة أو النعومة هذه المنبوذة في الرجل اللي هو فيها هذا أحمد محمد المعماري. يحاول بنت الثانية الثالثة، صار عنده عقدة، والشخص هو بروحه دائما وحيد وما عنده أصدقاء كثير يطلع معاهم، وكل ما يحاول إنه يتعرف على بنت تبتعد عنه لما تشوفه ناعم، لكن داخله وحش إلى الآن لم يظهر. الولد بدأ يحقد على المجتمع، ويحقد على يعني شكله، ويحقد على الوضع اللي هو فيه، ويعني ويحاول إنه يغير، ويحاول إنه يتمالك نفسه، ما يخرب برستيجه الناعم، لكن ما هو قادر. بعد فترة أصبح محمد أو أحمد محمد المعماري يكره المرأة، يكره النساء بجميع فئاته، بسبب أنه ما هو قادر يرتبط أي وحدة، ولا وكل وحدة هنا أكثر من الثانية، تعقد من الحريم. فصار كل ما يشوف وحدة جميلة يهاجمها، يغلط عليها، يسبها، يحاول انه يضربها بدون اي سبب، يتمشى بهالشوارع بهالاماكن، اذا شاف واحدة وقدر انه يستفرد فيها انه يكونون بروحهم وما في احد حواليهم يعني انه يعني يشوفه، يبدأ يغلط على البنت ويحاول إنه يضربها. إذا دخل مثلا في سلم ما في أحد وشاف بنت يضربها كف ويركض، إذا شاف واحدة مثلا ما هو موضوع تحرش، لا 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 لا، من الحقد، أي واحدة يشوفها جميلة ولا طالعة بمظهر فاتن وكذا،
على طول يحقد عليها ويحاول يتهجم عليها، وكانت تحصل له بعض المشاكل لكن الخفيفة يعني، لأنه ما كان يخلي الموضوع يتطور. راحت الأيام وجدت الأيام، وهذا يشتغل في إصلاح المكائن في المداخن في الأسطح. يوم الأيام في صاحب بناية عمارة طلب الشركة هذه اللي اشتغل فيها أحمد محمد المعماري، قال لهم أنا عندي مكائن في العمارة وأبي أسوي لها صيانة. قالوا له أوكي. راح فيها المهمة هذه أحمد ومعاه ثلاثة من العاملين في المحل، صعدوا لسطح العمارة وبدوا يشتغلون في تنظيف المكائن والمداخن وكذا. ويلتفت أحمد محمد المعماري على بناية، والبناية هذه أقصر من العمارة اللي هم فيها، يعني مثلا هم العمارة فوق سطح عمارة مثلا 10 أدوار، لكن العمارة اللي بجانبهم فيها 4 أدوار أو 5 أدوار. فكان يعني طالع من بلكونة أحد الشقق اللي كانت قريبة جدا من السطح، ويشوف وحدة امرأة صاحبة البيت هذه، امرأة فاتنة جدا جميلة ولابسة لبس البيت وكذا، وقاعد يراقبها طول الوقت وهو يشتغل في تصليح الماكينة، وأصدقائه كل واحد ماسك ماكينة ومدخنة وينظف، وهذا أحمد حاط عينه على هالمرأة يشوفها تمشى داخل بيتها بشقتها، وهذا ما هي منتبه عليه ويطالعها ويشوفها. هني قرر إنه يرتكب فيها جريمة. قام يخطط بالليل شلون يعني أبدأ انتقم من النساء. قال حلو، أنا كل وحدة أشوفها في هالمنظر وأعرف وين بيتهم أتسلل إلى بيتها عن طريق البلكونة أو الشباك وأقتلها، وأبدأ أرتكب هالجرائم بشكل متسلسل. عندهم شغل مرة ثانية في نفس البناية، ما خلصوا شغلهم، أجلوا اليوم الثاني واليوم الثالث. اليوم الثالث الأخير، وطول هالأيام كان أحمد يراقب المرأة كل يوم يشوفها لابسة لبس شكل، توها قاعدة من النوم ولابسة قميص نوم داخل بيتها، وعادي الوضع يعني مسكينة ما تدري إن بلكونتها مطلة على سطح العمارة اللي جنبها يعني. ويراقبها اليوم الثالث، قال حق أصدقائي يلا نخلص الحين، شطبنا نشيل أغراضنا، يلا انزلوا وأنا علشان أقفل باب السطح. قالوا له أوكي انزلوا، وهو نزل لكن ترك باب السطح مفتوح وعطى المفتاح حق صاحب العمارة وخذوا أجرتهم ومشوا. بعد 4-5 أيام ويجي أحمد يتسلل الساعة 12 بالليل وين؟ إلى سطح العمارة اللي كانوا يشتغلون فيها، لأنه هو ترك باب السطح مفتوح وما في مفتاح للسطح هذا إلا عند مالك البناية نفسه أو الحارس. فجاي تسلل اليوم الرابع وصعد والباب مفتوح طبعا، وراح إلى البلكونة، بلكونة المرأة هذه، قاعد يراقبها يعني يشوف في أحد بالبيت غيرها ولا لا. عرف إنه ما في أحد، يعني ما في لا رجل لا زوجها الظاهر طالع برا وكذا، وهو ما يعرف هالمرأة، لكن من ذاك اليوم شافها وضربت في مخه ان هذه لازم ينتقم منها، وخلاص راح يبدأ الخطة انه يرتكب المجازر في النساء ويشفي غليلة منهم. يعني الجنون اللي صار فيه يعني الافكار، يعني قاعد يقرأ افكار نفسه يعني ان انا لازم انتقم من النساء. ايش سوى؟ سوى كارثة وسوى سالفة صراحة مرعبة. تسلل من السطح إلى بلكونة المرأة، تبعد البلكونة عن يعني سقف السطح أو السور السطح نفسه 1 متر وشوي، يعني ما هي بعيدة. وتعرفون البنايات في لبنان إلى اليوم في بعض البنايات قريبة جدا، البلكونة بوجه البلكونة، ويقفز إلى بلكونتها. لكن لما جاء يفتح الشباك اللي هو شباك البلكونة كان مقفل. شو سوى؟
بجانبه باب ثاني للبلكونة ثاني، لكن الباب هذا يوصله إلى نافذة، يعني داخل البلكونة في باب يطلع على، يعني إذا فتح الباب يطلع على بلكونة ثانية، لكن هالبلكونة اللي يطل فيها فقط نافذة تكرمون الحمام، نافذة صغيرة مربعة. وهذا أحمد محمد المعماري رشيق يعني ضعيف وطويل يعني، فممكن أنه يدخل من هالفتحة. لما حاول يجرب إذا يشوفها مفتوحة ولا لا، ولا فعلا نافذة الحمام مفتوحة، فتح بإيده وبدأ يصعد. أول ما دخل في الفتحة راسه واكتافه، ولما صعد الآن هو ما قدر أنه يدخل لأن رجوله برا الآن، ونافذة الحمام وانتم عارفين دائما تكون شوية مرتفعة، فحاول أنه ينزل بهدوء إلى داخل الحمام بدون ما حد يحس عليه. فبدأ يعني يطلع جسمه من الفتحة إلى داخل الحمام ويحط إيده على أقرب شيء يستند عليه اللي هي المغسلة، فحط إيده على المغسلة وحاول يشد نفسه علشان فقط يطلع أول قدم من يعني من رجوله، يطلع واحدة فيهم يثبت نفسه علشان يكمل دخوله. في هالأثناء أو يدخل ولد عمره 6 سنوات اسمه رائد علي رعد. هذا ولد هالمرأة هذه الفاتنة الجميلة. لما دخل وشاف ان 3/4 جسم احمد محمد المعماري داخل الحمام لكن رجوله الى الان خارج وما هم قادر يسيطر على نفسه وحاط ايده على المغسلة، الولد او شيء اندهل من المنظر ما خاف، وهذا بدأ يسولف معاه: اهلين حبيبي، كيفك، شو اخبارك، انا عمو، يحاول يهدي الولد علشان لا يصرخ. الولد سوى شاف ان هذا ما هو قادر يسيطر على نفسه، حط ايده على مغسلة وايد يحاول انه يسحب نفسه يعني من فتحة النافذة عشان يدخل داخل، ما هو قادر يسيطر. ويجي الولد، والولد هذا جريء صراحة، جاء الولد ومسك بشعر أحمد محمد المعماري. أحمد محمد المعماري سو فيه أي شيء إلا أنك تمسك شعره، إلا أنك تمسك شعراته هذه، عنده هوس في الشعر بشكل مخيف ومرعب لدرجة أنا حاولت أخبي عنكم السالفة هذه علشان تنصدمون من اللي سواه. أحمد محمد المعماري طوال حياته كانوا لما يتنمرون عليه شو يسوون، يضربون على شعره أو يشدون شعره كذي يعني، فكان يصرخ صراخ جنوني ما يرضى أحد يلمس شعره، وهذا كان طريقة التنمر عليه، وصار فيه انطوائية وهوس بشعره ويحافظ عليه وما يرضى أحد يعني يعصب حتى من الهوى لما يطير شعره أو يخرب تسريحته. الولد هذا شاف أقرب شيء جنبه اللي هو شعر، أو يمسك شعر أحمد ويبدأ يصرخ: ماما حرامي، ماما حرامي، وماسك بشعر أحمد. هذا يوم شافه مسك شعره نسى سالفة الأم وأنه جاي يقتل الأم، أو يسحب نفسه ماسك المغسلة ويسحب نفسه وطيح نفسه داخل الحمام علشان بس يمسك في الولد. إيش سوى فيه؟ مسك الولد وبالسكين اللي كان جايبها معاه علشان يقتل المرأة ويطعن في الولد أكثر من 16 طعنة. في النهاية رفع شعره فوق وانحرح. أول ما دخلت أم الولد أو يمسكها ويطعن فيها لين ماتت، خلاهم ثنيناتهم في الحمام ودخل داخل البيت، نظف نفسه وطلع من البلكونة ونط على السطح وهرب. الزوج جاء البيت متأخر وكانت معاه بنت لينا. هذا الزوج عنده
ولد وبنت. هذا المسكين اللي هو رائد وعنده أخته أكبر منها كان طالعة مع أبوها يعني برا. لما رجع الأب مع بنته يسألون وينك يا فلانة، ينادي على زوجته وينادي على ولده الثاني رائد، ما في صوت. يوم دخل المطبخ ويشوف هالمنظر، أم قطعين المساكين داخل الحمام، بدأ يصرخ المسكين ويبكي وبنته منهارة بك، والناس التمت عليهم واتصلوا على الدرك شرطة طرابلس ويجون، وانقلبت الدنيا. حادث بشع جدا، ولد عمره 6 سنوات وأمه يتم تقطيعهم بالسكين، تطعن مو مخلي مكان في جسدهم ولا طعن، ليش شل حقد منه هذا؟ وبدت التحريات. كانوا مستغربين رجال الأمن، يعني شلون هذا دخل البيت ومنه هذا؟ شكوا بالزوج في البداية، لكن الزوج كان عند أحد أقاربه ومعاه بنته ويثبت مكان وجوده. زين منو من أقاربكم إنه ممكن حاقد عليك؟ من أصدقائك؟ في أحد له ثار عندك في شيء؟ أبدا. يدورون اعجزوا، ويجي تكليف لضابط اسمه أسعد ظاهر، نقيب في درك طرابلس. قالوا له نبيك تمسك ملف القضية، وإحنا عجزنا صراحة، أدلة جنائية، طب الشرعي، مباحث، تحريات، أبدا ما توصلنا لأي شيء، لا في بصمات يعني واضحة، ولا إحنا عارفين هذا منه، لا هم من أقاربهم، والتحريات يعني ما خلت أحد من أصدقاء من أقارب من زملاء إلا وفحصت يعني أوضاعهم وسألتهم عن مكان تواجدهم في يوم وقوع الحادثة وفي الساعة الفلانية، لكن ما توصلنا لشيء. قال ماشي، راح رجع مرة ثانية إلى الشقة، شقة أم الولد، أم رائد الله يرحمها ويرحم الولد، قاعد يفتش بيعرف يعني شلون طريقة دخول المجرم. هم عارفين ما دخل يعني عن طريق الكسر، لأنه ما في لا شباك مكسور ولا باب مكسور ولا شيء، والزوج يقول أنا عندي مفتاح وأفتح عادي وأطلع، والزوج ما عليه شبهة، إذن ممكن دخل من النافذة. يوم جاء يطالع بالنوافذ شاف أن البلكونة أقرب شيء لسطح البناية المقابلة لها، فراح للبناية الثانية. أول ما دخل نادى الحارس قال عندك مفتاح السطح؟ قال إيه نعم. قال الحقني يلا اصعدوا للسطح ولا الباب مفتوح. الحارس استغرب قال أنا ترى كنت قافلة وكذا. قال مو مشكلة، فتح الباب يحاول يدور فوق السطح وكذا، وما خلى أحد يدخل معاه يعني إلا الحارس، لأنه يبي يشوف الآثار، وسطح البناية كان فيه غبار وكذا، فيبين إذا شخص كان صاعد على السطح يبين آثاره. فلقى آثار من الباب، من باب السطح إلى المكائن، مكائن المداخل نفسها، يعني الأثر واضح جدا، رايحين رادين رايحين رادين. فسأل قال بناية يعني مبين السطح كله غبار مو منظفينه من زمان، لكن في أثر واضح لأقدام رايحة رادة يعني من باب السطح إلى المكائن، شنو هذا؟ قال هي هذول كانوا عندنا عمال قبل كم يوم يصلحون المكائن. وقال ممتاز، من هالعمال هذول؟ قال هذول عمال يشتغلون في أحد المحلات خلف العمارة، واللي استدعاهم صاحب البناية نفسه. قال جيبوا لي صاحب البناية. جابوا. قال من هذول الأشخاص اللي جبتهم؟ قالوا هذا أنا يعني رحت محل خلف العمارة وعندهم 4 عمال وجبتهم واشتغلوا لي لمدة 3 أيام وعطيتهم أجرتهم ومشوا، وأنا حتى استلمت المفتاح من واحد فيهم وأكد لي إن باب السطح مسكر. قال زين تعال معي. ألقوا القبض على العمال 4، من بينهم منه أحمد محمد المعماري. فسأل صاحب البناية قال منو فيهم اللي سلمك المفتاح وقال لك وأكد لك إن باب السطح مقفل؟ قال هذا. قال حق أحمد تعال أنتم روحوا بعدين راح أسحبكم للتحقيق، نبي أحمد الحين. طبعا الى الان هو عنده توقعات، ما عنده شيء اكيد، لكن هو شاف ان السطح هذا اقرب شيء لدخول الشقه عن طريق البلكونه،
وان اللي غير العاده ان باب السطح خلوه مفتوح، وهذا خدع صاحب البنايه قال له ان الباب مقفل. فاشتبه باحمد، قال حق احمد تعال انت وين كنت؟ قال انا كنت مكان الفلاني وانا كذا. زين اليوم الفلاني وين كنت؟ اليوم كان حذر ما يبي يعترف وابدا يعني ما ولا كان مبين عليه اي شيء. وحتى الضابط لما شاف احمد يعني قال هذا مستحيل يرتكب جريمه بهالبشاعه، لانه كان متصور ان هذا اللي ارتكب الجريمه واحد شكله وحش، واحد مثلا مبين عليه العنف، وهذا نعومي وكيوت وشعره وكل شوي يرفع شعره كذي يعني، وابيضاني وضعيف ومضبط. قال لا لا هذا مو مجرم، هذا مسكين فغير وكذا. المهم فحقق وياه شاف ما منه فايده، قال ودوا لي الحجز وجيبوا لي الثلاثه الثانيين اللي اصحابه معاه في العمل، لان خاب ظنه يعني. قال لا انا اخطات اني قلت انه ممكن هذا يعني. قال خل احقق مع الثلاثه الثانيين. لما جاء العسكري يبي ياخذ احمد يوديه للحجز، ايش سوى فيه؟ احمد قاعد قدام الضابط، ويقوم العسكري ويمسك احمد من شعره، امشي ولا؟ يوم مسك شعر احمد ويقلب احمد وحش، ما تشد اللي شعره، ما تشد اللي شعره، ويكسر المكتب ويضرب العسكري وعنف وضرب، ويجي الضابط يدخل ويضرب في الضابط، انصدموا منه ويثبتونه. قال ابن الذين، احنا المساحة ساكتين عنك وكاسر خاطرنا انك نعوم وجي طلعت وحش، وشون تضرب العسكري وكذا؟ قال ما يشد الا شعري، بدكم اعترف لكم؟ بدي اعترف خلاص، بس ما تشدوا ولا شعري. قالوا له اعترف. قال ايه انا اللي قتلته وقتلت الولد، وقال لهم التفاصيل بالكامل. قال اصلا انا داخل بقتل البنت المرأة هذه، لكن ولدها هذا لما شافني انا متعلق على ايدي وحاط ايدي كذي وبطيح من يعني نافذة الحمام، شد لي شعري وانا انجنيت وبلشت فيه طعن ونحرته، ودخلت علي الام مع الصوت يعني، وكمان قمت وقتلتها وخلصت منهم الاثنين. وبعدين اكتشفوا الحالة النفسية اللي هو فيها. معكم بالطويلة، احمد تم حالة المحاكمة بعد ما اعتراف ولقوا سلاح الجريمة وانقلبت الدنيا، وقاموا أهل طرابلس حتى جمعوا تواقيع في ذاك اليوم في عام 73 مطالبة بإعدام المجرم. المهم أول درجة ويحكمون عليه بالسجن 15 سنة. والله لأن هذا يعاني من الوسواس القهري وهذا ما أدري شنو، وتجي محكمة الاستئناف وتطعن. قالت لا يبا نخضع لطبيب نفسي، طبيب نفسي قال يبا هذا ما في شيء صاحي، لكن هذا من كثر الدلع اللي هو فيها ومن كثر النعومة وكذا صار عنده جنون العظمة، مثل جنون العظمة، انه يعتبر نفسه انه كوين، انه هو ملك، انه انا شيء نادر. مو هذا المرض اللي قاعدين يعانون منه الان اللي هم الملونين، تعرفونهم؟ في كلمة ما ودي أقولها بس أخاف سياسة اليوتيوب يمشكني. هذول اللي الجنوس لعنة الله عليهم، هذول الجنوس فيهم، ترى فيهم جنون إن 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 إنه شيء نادر، وهو ما يدري إنه أصلا إحنا ننظرنا نظرة إنه مسكين، إنه مريض، انه يجب ان يتعالج وكذا، لكن هو عايش في عالم خاص فيه وكذا. وشوفوهم ترى هذول بس يتنرفز يصير مثل المجنون، ينفجر، يقوم يطلع الكبت اللي فيه كله في اي موقف، حتى لو كان الموقف تافه. ما يشوفونهم يتعذبون بالسجون وكذا ويتعذبون في حياتهم، لان انسان ما هو مسوي، إنسان مضطرب نفسيا. هذا أحمد اكتشفوا إنه صاير فيها الحالة هذه، لكن هذا مو معناته إنه لا يدرك
يسوء تصرفاته وما يدرك الأفعال اللي يقوم فيها، فقامت محكمة الاستئناف وحكمت عليه بالإعدام، وجت محكمة التمييز وخفضت حكم الإعدام إلى المؤبد. وهذه كانت نهاية سالفتنا. الله يكفينا شر النعومي الهادي. إحنا عندنا في الكويت نسميه السكوتي لوتي، يعني السكوتي هو اللي نخاف منه. يقولك لا تخاف من اللي يتكلم، خاف من اللي يسكت، لأن الساكت هذا هذه نهاية سالفته. وفي أمان الله، مع السلامة.